خصني على سلامتك خويا. سلام. الأمن ديال الإجراءات ديالي، عندي الثقة في الأمن، خوتي المغاربة، وقفوا معايا خوتي المغاربة. فرحان تيكون؟ أنا فرحان تيخويا، مادام يدي باقا ما رجعاتش، أنا فرحان تي، وراسي دابا ولا تا راسي كيضرني، دار حنا نعس، كنت باغي تخنقت يعني، كنت باغي غير نخرج. ناقص يدخل بزاف. يعني جيتي من الموت محرك، شفتي الموت. حسني شو جوج صحابك اللي خلاوك ومشاو؟ ايه والله. الصحاب ديالي انايا بغيت نقول لهم علاش ما بلغتوش البوليس. هادشي اللي خويا حسني شنو الرسالة ديالك للشباب؟ الشباب شنو تقول لهم؟ باش ما يبقاوش يديروا الثقة. الصحاب خويا حسني اللي جداوني المويرزقو قالوا لهم ولدكم دخلوا تسامحوا معاه. هادشي اللي كتشكر هاد الناس ديال فالفلور. بزاف زازير السكر. لا من الطبيب اللي دار لي العملية، لا من الممرضات اللي قابلوني صراحة. خاصني شنو تقول الأب ديالك يا مسكين؟ باقي الحال باقي مصدوم بزاف. كنوجه ليه واحد التحية بزاف ما كتصورش ما كتوصفش. وقف معايا واحد الوقفة، وقفوا معايا واحد الوقفة اللي ما كتصورش. لكم ما كانش والديا الحمد لله بخير، كون مت كنت نسيت. واش ما عندك شي عداء مع هاد الناس؟ ما عندك معهم والو؟ لا والو، هاد الناس عمرني ما كنعرفهمش كاع. شحال من واحد تعدى عليك اخويا؟ 8 الاشخاص. انت ما دير لهم والو؟ والو، انا ضحي، انا غدا نتقدى. الله يجيب لك الشيء. المغاربه اللي تعاطفوا معاك، يعني المغاربه عندي فيهم الحمد لله، عندي خوتي المغاربه الثقه الحمد لله. حاجه انا محبوب معروف خويا رضا. الحمد لله. الله خويا صحابك حتى والله عندي كل شيء زعما كل شيء الحمد لله. كتحس براسك بخير، الله ياخذ فيهم الحق. امين يا رب. صحاب الجيه وصحاب الجيه حسني، الله يجيب لك الشفاء، الله يجيب لك الصحه. عزيز ها وليدك غادي معاك، اش بغيت تقول لك الطبيب اللي قال لك دخل الطبيب اللي والله ياخذ فيه الحق. اش قال لك؟ كيفاش قال لك اخويا؟ قال لك دي ولدك راه من هنا الساعه غيموت، ادخلوا تسامحوا معاه. ما كاينش. انت مريض فك السكر. والله مريض بالسكر، وليت انا داخل في الحديد. علاش؟ قلت لك غندير لولدي تنديه. قال لي لا دي ولدك من الساعة دخل تسامحوا معاه. ما كاين طب اخويا والو، انا ما عندكش فلوس، ما كاين حتى شي حاجه كذب عليك كامل. ولكن فهاد ولكن هنا نقدو. انا الحمد لله راه داروا كنقول لك العمليه من الوحده، هما كيخيطوا لي اليد راه كامله مقطعه، راه كامله وباقا نتمنى من الله، راه دابا ها مستديمه. رسالتك السي عزيز للطاقم الطبي اللي سهر على ولدك. وكنشكرهم بزاف، شكرا جزيل الشكر وحق الله العظيم. تكرفسوا معنا من الوحده حتى الوحده ديال الليل، من الوحده ديال النهار حتى الوحده ديال الليل. وشكرا الدكتور، شكرا الله يكثر خيره، الله يحفظه، الله ينصرهم، الله يكثر خيرهم، الله يقوي منهم. ورسالتك اخويا عزيز. عزيز اخويا جا قرب عندنا. قول لينا هادو صاحبك حسني. حسني صاحبك خوهم، فهمتي؟ خدام معايا في الجوطيه، اطيب خلق الله. والسيد هذا ما كيخون ما كيدير حتى حاجه خايبه، جاو تعداو عليه غادي كاع مبليين. انا باش نجيك من الاخر كاع مبليين اخويا، الله يعفو علينا، الله يعفو على الجميع. ماشي اللي مشى يقضي يجي محيد اللي الدور رجلو. دابا انا شت صاحبي، انا شحال ما شتو دابا جاتني البكية. انا دابا بقى فيه بزاف انا صاحبي. علاش علاش زعما يديروا لي هذا الحال؟ حنا كنطالبوا بالاعدام لهاد العصابات، حتى هادو عراو بيك وكانوا ولاد البلاد كاع ما يديروا هادشي. مالوش دير لهم كاع؟ شنو هو داير لهم؟ بغينا نعرفوا شنو هو داير لهم كاع. نديروا بغيت شفار ما يديروا لهاد الحال حشومه. الله يجيب ويلا مزوج اخويا، الله ياخذ الحق. هادشي لا نقولوا.